انتهى مباراه النادي الاهلي ونادي الجونه في كاس مصر بتقدم النادي الاهلي بنتيجه كبيره جدا 13-0. معايا زياد احمد الصحيفي، اصغر لاعب في تاريخ كاس مصر. زياد كام سنه؟ 14. قول لي زياد، لما قالوا لك تعالى سخن كده وهتنزل قدام النادي الاهلي بكميه النجوم دي، انت كزياد قلت لنفسك ايه؟ قلت لنفسي بلعب، يعني معنويات بترفع قدام لعيبه كبيره قدام النادي الاهلي، و يعني الحمد لله يعني اللي انا لعبت يعني قدام لعيبه النادي الاهلي وتعلمت حاجات كتير معاهم. اول ما نزلت استقبلك حسام عاشور، قال لك ايه؟ قال لي ازيك وعامل ايه واسمك ايه وكم سنه وكده. احمد فتحي كان في خبطه بينكم كده، قال لك ايه احمد فتحي؟ معلش انت عامل ايه وكده، يعني انت عامل كويس. بعد المباراه راحوا لك لعيبه النادي الاهلي كانوا بيقولوا لك ايه؟ بعد المباراه؟ قالوا لي لعيب يا زيزو. ومين اعطاك التيشيرت؟ احمد فتحي. انت اللي طلبته ولا هو؟ لا هو اللي طلب. قال لك ايه بقى احمد؟ قال لي تعالى زيزو خد التيشيرت ونبدل، ينفع نبدل؟ قلت له ماشي ممكن طبعا. ده احمد فتحي؟ طبعا. زياد يعني سؤال كبير عليك شويه، حاسس ان حصل النهارده وعدم لعب نادي الجونه بفريق كبير دي اهانه لرمز كبير زي نادي الجونه؟ طبعا. تحب تقول ايه للعيبه دي؟ تحب تقول ايه للي بيحصل في نادي الجونه في الفتره الاخيره؟ اقول يعني الحمد لله على كل شيء، من اللعيبه يعني تتعب وبتاع، بس يعني نعمل ايه؟ كل اللعيبه مشت وجبنا لعيبه ناشئين 97 والحمد لله لعبنا بيهم، يعني يتحسنوا كويس هم عن الاول لعيبه الجونه، يعني الحمد لله على كل شيء. النهارده بقى صورك اللي هتبقى ماليه الدنيا النهارده، انت حابب تقول للناس عنك ايه في الفتره اللي جايه؟ حابب اقول ان انا يعني هقول ان انت اصبحت اصغر لاعب يلعب قدام النادي الاهلي في كاس مصر. ايوه. بقالك كام سنه بتلعب في الجونه؟ وانا عندي 6 سنين. كنت بتحلم ان انت لعبت مباريات كبيره قبل كده قدام اهلي وزمالك في ناشئين؟ ناشئين لا، دي اول مره العب ضد الكبار. ناشئين لعبت 2001. لعبت اهلي 2000. احساس مختلف خالص طبعا. لعيبه كبار، حسام غالي، احمد فتحي، ناس كبار. مين اكتر واحد كان نفسك تتصور معاه مش تلعب جنبه؟ اتصور معاه من لعيبه الاهلي؟ حسام غالي. قبل المباراه حسام غالي. لما لقيت نفسك بينك وبينه كده وفي فينتز وفي كوره كده، كنت بتقول لنفسك ايه؟ طبعا بقول لنفسي ان انا مش جاي جنبه حاجه. يعني حسام غالي مش جاي جنبه حاجه، ورمضان صبحي برضو تعب واجتهد وبيلعيب وعنده 16 سنه، واللعيبه اللي بتاعت الجون اكبر منه، يعني لعيبه اصغر من يعني رمضان اصغر منه وبيلعب احسن من لعيبه الجونه بكتير. بس عايز اقول لك حاجه، انت جات لك كوره كده عندك جرأه فظيعه ان انت تشوطها على مرمى النادي الاهلي. لو راحت في الشبكه دي كنت عملت ايه؟ كنت سجدت الحمد لله واشكر ربنا. هكون فرحان من جوايا. لك كل توفيق ان شاء الله يا رب. عارف اللقاء ده مع مين؟ مع مين؟ مع الكابتن مدحت شلبي. والله تحب تقول له ايه وفي الاستوديو؟ بحبك قوي يا كابتن مدحت شلبي. كنت تخيل انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي وتلعب قدام النادي الاهلي وتسجل مع الكابتن مدحت؟ لا طبعا. انت سجلت ارقام قياسيه النهارده ايه؟